Alors, on a tendance à idoulo معنا الناس. Je sais pas pourquoi on a la date raha fixe, mais ما عرفتش علاش ما جاوش لا ريونيو. الوغ نتمنى انهم يلتحقوا بسرعه، لانه عندنا اون اور باش نقدروا نصوبوا لو بلان ديالنا باش نبداو هاد لانتروديكسيون على رياكت جي اس. الوغ كيبان ليا جو بونس اننا خصنا نبداو، ما غاديش نتسناو شي واحد. ومن هاد لا فيديو هادي غادي نحط دوطخ ريغل على هاد لا فورماسيون، باسكو بزاف ديال الناس كانوا بغاو يتسجلوا وغلقت درت لا فيرميتور ديال لا فورماسيون. دونك ملي كنقول ديزور سي ديزور، لور سي لور، حنا ما عندناش الوقت، هو لور هو. دونك تو سامبلومون غادي نحط دوطخ ريغل. الوغ اللي معايا دابا في اللايف وبيان في لا ريونيون غادي يتبع معايا. دونك كاين تخوا ديال الناس اللي كاينين حاليا، شكون هما؟ هو ليلى المحي وأسامة خلفي وصلاح الدين رحيمة. جو بونس مع اللون ديالك ما ذكرتوش مزيان. الوغ هاد الناس هادو غادي يتبعوا معايا دابا. شنو غادي ندير في هاد لا بروميير بارتي؟ دونك نبداو على بركة الله. كيف كتشوفوا انني بارطاجي معكم ليكرون، دونك اذا كانت ليكرون واضحة قولوها ليا باش نقدر انني نكمل لا بريزونطاسيون ديالي. جوست ان ميساج، يعني طابيو ميساج في لو شات، طابيو لي ميساج في الشات اذا كانت ليكرون يعني واضحة اللي فيها ديسكور بلا ما تاكتيفيو لو سون. Le mic désactivé, je sais pas pourquoi. Donc kif gilt دابا من اللي واضح غادي نبداو ان شاء الله باذن الله. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هما تانستاليو معايا هاد لي يعني لي تولز وبيان لي زوتي اللي غادي نخدمو بهم. دونك اول حاجه خصنا هي نود جي اس. دونك غادي تانستاليو ريكوموندي فور موست users. Donc, à installer Node.js. Donc, tout simplement, la première chose est l'installation de Node.js. Alors, la première chose que vous avez dit est l'installation de Node.js. Nous allons commencer avec l'application utilisant React.js. Nous allons l'application code sandbox. باش نعرفوا كيلكو فوندامونتو على رياكت جي اس. الوغ بالنسبه لهاد لا ريونيون غادي تبقى اونغوجيستري، مي ما غاديش نديفيزيها ابري باسكو كيف كنقول كيف قلت الناس ما كيحترموش التوقيت والوقت. الوغ دابا حاليا قلت انستاليو نود جي اس. نود جي اس فيه بزاف ديال ليبريري
من بينها واحد لا بارتي سميتها نود ام بي ام، يعني ان بي ام باكيج مانجر، نود باكيج مانجر، اللي كتخليني نجيري لي باكيج ديالي، لونسومبل دي باكيج ديالي، او بيان لانستالاسيون ديال لي باكيج. دونك تو سامبلومون غادي انستاليو نود جي اس باش نقدروا نستعملوه كوم واحد تولز اللي غادي يخلينا انستاليو لي باكيج ديالنا يعني فاسيل. دونك هو عبارة عن اش؟ عبارة عن واحد الـ واحد الران تايم اللي كتخدم فيها جافا سكريبت ديغيير. دونك تو سامبلومون اي لونغاج دو بيان اي فريم ورك دو جافا سكريبت اتيليز ران تايم نود جي اس. الوغ غاتانستاليو لا ديغنييغ فيرسيون سي 12.18.4، سي لا ديغنييغ فيرسيون. الوغ ابخي غادي نديرو سيتاب ديال لابليكاسيون اللي غادي نبداوها ان شاء الله باذن الله دوما، سي تويتر كلون. الوغ لا بروميير الى انستاليتيو نود جي اس كتبوا ليا في الشات بلي راه وي انستالينا نود جي اس باش نبداو. ودابا يعني نصوبوا السيتاب ديال فاير بيس. داكور سي بون. الوغ دابا غادي تحلوا معايا فاير بيس، غادي تكريو ان كونت جوست غادي تليوه مع لو كونت جيمايل ديالكم اللي هو جوجل. انا عندي هنايا يعني لو كونت ديال لاشين ديالي، تو سامبلومون غادي تليوه وغادي تكريو ان كونت فاير بيس. هادي لا بروميير شوز. ابري شنو غادي نديرو؟ ابري غادي نمشيو غنديرو اجوتي ان بروجي. دونك تبعوا معايا، غتكريو اول حاجه هي يعني لو كونت ديالكم فاير بيس. ابري غنديرو كومونسي ان بروجي اللي غادي يكون هو عباره عن تويتر كلون. دونك فوالا، كومونسي بار دوني ان نون ا فوتر بروجي، غادي تعطيوه لو نون ديالكم هو تويتر كلون. دونك فوالا درت كونتينيو. ابري غندير اكتيفي جوجل اناليتيكس بور سو بروجي. دونك غادي نكتيفي جوجل اناليتيكس بور سو بروجي. دونك كونتينيي وغنسيليكسيوني ان كونت، غنختار لو كونت بار ديفو. دونك غادي كريي ان بروجي وغادي نتسنى لو بروجي يتكريي ليا. دونك غاتكريو كونت في الفاير بيز، ابخي غاديرو كريي ان بروجي، غاتعطيه سميه سميتها تويتر كلون، وغاتبعو لي زيتاب نيكست، وغاتخليو جوجل اناليتيكس محلوله يعني اكتيفي. Voilà, donc d'abord, nouveau projet est prêt. On dirait continuer. Alors, on va faire le projet d'Yana. Donc voilà, ah ouais, le projet d'Yana, Twitter clone. Donc maintenant, on va dire que c'est une chose, on va revenir à le projet d'Yana, Twitter clone. Donc on va faire l'authentification, on va aussi le file store, yani storage, ou bien database. ainsi de suite. Donc, غادي نتعرفوا على بزاف ديال لي يعني لي فوندامونتو ديال فايربيز، ونديروا اون بوتيت فورماسيون يعني قصيره وصلنا هاد لا فورماسيون على فايربيز. الوغ دابا بعد ما كرينا لو بروجي ديالنا، غادي يبقى لينا نمشيو نانستاليو واحد كيلكو تولز. دونك اول حاجه غادي نستعمل اش؟ غادي نمشي نستعمل cmd كوموند cmd. alors اي cmd عندك غادي تجبدو وغادي تمشي تيستي. حنا غادي نجبدو غير cmd من هنا. voilà donc غادي تمشي، غادي شنو غدير؟ npm باش نفيريفيو لا فيرسيون ديال npm. npm او بيان نود تيري فيرسون
Alors voilà, la version d'Yenna, je n'ai rien. Il y a 12, 14, 8, 14, 1. Mais la version Halir, il y a 12, 14, 8. Donc, je vérifie au Maya, tout simplement. Je vérifie. Goulia, déjà, comme la version ou non. Ou l'installation de Stenzian ou non. C'est bon. 12, 18. Le point 1, pas 8. C'est pas problème, lequel indique le point 1 ou le point 8, c'est la même chose. D'abord, je vérifie NPM, tiri-tiri version. Je ne sais pas, est-ce que la même commande. Vérifie au npm. Voilà. Donc, Schneia, la version de Brit Rensoul a une zone des données analytiques. Faire état unis. Ah oui. Le hasab, je par défaut. Donc, tout simplement par défaut, je compte faire à l'États-Unis. Donc, khliha par défaut. Donc, vérifiez la version de NPM, donc Node Haya, ou vérifiez la version de NPM. Après, alors, on chauffe les versions. Donc, il y a trois DNS. Les DNS, les Huma, Salah, Osama, ou Leila. في ما كانت شي اوبورتونيتي اللي غادي تكون فري هاد الناس هما اللي غادي يستافدوا حد الان. سوريا اغوجوان سيت كونفرساسيون. دونك بدينا كيف قلت انا ما غاديش نتسنى يعني لا فورماسيون اللي بدينا مع لو 10 سي لو 10. الوغ عندك 6 14 يلا قولي لا فيرسيون ديال ام بي ام. C'est 6.13.4. C'est 6. Donc, on a dit la version qu'elle est déjà retombée. Donc, ce n'est pas, pas un problème. Il y a une très bonne update. Il a besoin de la mise à jour. Il y a la version. Donc, il y a un peu de temps. Radim Chio, il y a une bonne application web. Radim Chio, le code. Donc, بلا ما تاكتيفيو لا كام بلا ما تاكتيفيو المايك غير بقاو معايا في لو شات سي فو بلي. شكون اللي ماكتيفي لا كام اي ديزاكتيف غير بقاو معايا في لو شات سي فو بلي. Alors, bonjour. Donc, je vais sur l'application web. Donc, je vais chauffer les étapes, les données, brièvement, l'installation de Node.js, l'installation de Firebase. Et d'abord, créer le projet le Twitter clone. Et maintenant, on va installer quelques commandes grâce à Firebase. Alors, donc, on va la partie web. Qu'est-ce que tu chauffes? C'est la partie web. Alors, l'application de l'Iran Khliha est Twitter clone. Tu peux m'aider les étapes. On dit que le hosting, yani la configuration des hosting, configurer également hosting parce que on host sur l'application de l'Iran. On a l'application de l'Iran avec un lien précis. Je ne trouve pas accéder à l'application. On dit qu'on enregistre l'application.
الوغ بلا ما تاجوتيو دابا هاد لو كود، لانه هاد لو كود هذا سي ان كود بور لي زابليكاسيون، يعني ماشي ما كيحتاجوش رياكت و انسي دو سويت. دونك غديرو سويفون، غتمشيو غتانستاليو دابا هذا، تمشيو تانستاليو وغديرو كوبي، ياك غتكوبيوه غتمشيو للسي ام دي وغتكتبو اش ان بي ام انستال تيري جي، يعني جلوبالي غنانستاليو جلوبالمون تيري جي فاير بيز تيري تولز. انا ديجا عندي انستالي، دونك نتوما غادي تانستاليوه وغادي تفيريفيو لانستالاسيون. الوغ نعاود نقول انستاليو معايا هاد لا كوموند، الوغ نشوف لي زيماج ديال سوريا. دونك فوالا سوبر. دونك ابري لانستالاسيون خليوه يتانستالا، دونك خليوه يتانستالا على خاطرو. وغادي نمشيو حنايا دابا لابليكاسيون ديالنا اللي غادي نكريوها باش نتعرفوا على لي فوندامونتو ديال رياكت جي اس. دونك غتمشيو معايا لواحد لو سيت سميتو كود سان بوكس. كود سان بوكس، الوغ الى دخلتو لو سيت غتمشيو وغتليوه افيك لو كونت ديالكم جيت هاب. طابيو ليا داكور وي دخلنا ولا شي حاجه كوم سا باش نعرف بلي راه دخلتو لو سيت وكرييتيو هاد لو سيت، كرييتيو الكونت في لو سيت ديالنا اللي هو كود ساند بوكس. الوغ غتمشيو لو كونت الكود ساند بوكس اللي انا دابا ما نخدموش حنايا في الفيزيوال كود. ابخي غادي نطرقوا الفيزيوال كود باش نشوفوا يعني لي باكيج او بيان لي بلاجينز اللي غادي نستعملوا باش يسهلوا علينا الكوداج. دابا لحد الان غادي ايتاب باغ ايتاب، دونك شحال تاع الدقيق 8 ديال الدقائق من بعد العشرة، يعني من بعد العشرة. دونك تو سامبلومون 20 مينوت في لونغوجيسترمون باسكو تعطلتو على لا فورماسيون. دونك غادي نبداو دابا في لا كرياسيون ديال الساند بوكس ديالنا. دونك لي زيتاب تبعوا معايا لي زيتاب. دونك غنمشيو وغادي نكريو نيو ساند بوكس وغادي نختارو رياكت. دونك غادي نختارو رياكت وهاد لابليكاسيون ديالنا غات ابليكاسيون دو روبو. الوغ غنسميها دونك نسميوها هنا ابليكاسيون روبو باغ اكزومبل. دونك سميوها لو نون لي بغيتو. دونك حنا غنتعرفو دابا على بزاف ديال الحوايج. الوغ في دابا ملي كنكريو لابليكاسيون رياكت كنكريوها بواحد لا كوموند. حنا الان باقي ما طرقناش لا كوموند، كرييتها انا جوست افيك هاد لو بلاتفورم، هذا هاد لا بلاتفورم باش نقدروا نفسروا كيفاش كيخدم رياكت جي اس. دونك رياكت جي اس كيخدم اترافير واحد لو ستيل خاص كيتسمى ستيل دو كومبوننت. سيتادير كوا؟ سيتادير كيستعمل الفيرتوال دوم. دونك تو سامبلومون سي كوا هاد الفيرتوال دوم؟ الوغ كتكون عندي باري نسميو باري اكزومبل هادي كومبوننت. Donc hello code sandbox c'est un component et start editing to see some magic happen c'est un component. Donc هذه component supérieure ou هذه component inférieure. Donc هنا كتكون واحد اللعيبه سميتها hierarchy de component. Donc dom ديالي bien document object je sais pas model parce que les informations qui sont confusées, model, donc, ensemble des feuilles, ou bien,
يعني في لا تيوري دي غراف كيتسموا دي فاي او بيان دي فيس دارب. الوغ دابا لحد الان شنو عندنا؟ عندنا لابليكاسيون ملي كنكريوها كيعطونا دو فولدر. شنو هما لي دو فولدر؟ غنمشيو بالاول هو بابليك. بابليك كتكون في الاندكس. الوغ فاش غنجي للاندكس تو سامبلومون غادي نمشي غادي نلقى واحد الحاجه سميتها ديف اي دي روت. هذه هي لا روت ديالي. دونك هذه هي الروت اللي شاده ليا هي الراس ديال لابليكاسيون ديالي. دونك تو سامبلومون فاش كنكري لابليكاسيون كتكون عندها الراس ديالها لا تيت وبيا لونتيت ديال لابليكاسيون. دونك هذه هو لونتيت ديال لابليكاسيون. الوغ غنجي للاندكس وغادي نعرف لا ريلاسيون اونتر هاد الروت اي الجافا سكريبت. دونك تو سامبلومون الروت ديالي دونك غنكري واحد الاليمون. كيفاش كنكريو اليمون افيك جافا سكريبت؟ كنكريوه سوا انا جو في كري ان اليمون اون جافا سكريبت. يعني هنا ما غاديش نستعمل رياكت جي اس. دونك سي فو بلي واش هادشي واضح او نو؟ خليو ليا واحد الفيدباك في الشات باش نقدر نكمل. D'accord. Donc, comment je peux créer élément JavaScript? Je n'ai pas élément. Par exemple, li ou la div ou la h1. Donc, ce sont des éléments HTML. Donc, comment je peux créer les éléments? Donc, je ne vois pas le browser parce que il y a des problèmes, mais je vais taper le code pour faire comment je peux créer élément. Donc, par exemple, const. يعني غنكري واحد كونستون كونست باغ اكزومبل اليمون 1. دونك تو سامبلومون سي دوكيمون بوان اش كرييت ايمنت. هاد الاليمون هذا غادي يكون هو باغ اكزومبل هو اش 1. دونك هنا انا كرييت اش 1. دونك هاد لو اش 1 غادي برون par exemple غادي يكون عنده واحد الاي دي ديالو. دونك هاد الاي دي هو غوت. هنا كرييت واحد الاليمون غوت اليمون ولكن هنا عيط ليه باغ اي دي ما كرييتوش حيت هو ديجا كري. دونك الديف ديالي ديجا كري وعيط ليها باغ الاي دي ديالها اللي هو اش اللي هو غوت. دونك فوالا مشيت شنو درت؟ درت دوكيمون point get element by id وخليت الغوت ديالي. فوالا هاد الغوت هذا خاصني نحطو وبيان ندير ليه رندر يعني نرندريه وسط من الكومبوننت ديالنا. دونك اللي غادي يكون هو اش رياكت دوم point render وغادي نحط اش لابليكاسيون ديالي انسي معها الغوت اليمون. فوالا هنا هذا سو سون دي ستريكت مود ديال رياكت جي اس باش كتقدر تحصر لابليكاسيون ديالك. الوغ هنا غادي نديرو سيف الكود اندكس دوت جي اس وغنمشيو لابليكاسيون ديالنا. دونك هنا غادي نوريكم كيفاش نقدروا نصوبوا دي فونكسيون. دونك تو سامبلومون اول حاجه كيكون عندي هنايا لي زيمبورت les import. Donc adin importi h react from react. Donc khassni daruri importi la bibliothèque dial react. Après ghadi ndir import bima annahu andi style.css css donc style lanna huwa le style dialna donc .css. L'importation del style c'est un fichier donc ma andouch le nom. هنا باقي ما استعملتش رياكت. دونك نقدر دابا نستعمل اش نكري. دونك غادي نكري لا فونكسيون ديالي ندير فانكشن وغنسميها مثلا هي الاب وغادي نحط منها رندر رندر. دونك تو سامبلومون جو بو كري اون فونكسيون اللي كتروتورني ليا ou bien on a dit l'export à la fin, que je vais dire l'export flouel, export default app. Non, exporter app.
هنا تو سامبلومون سي ديف باغ اكزومبل سي ديف ديالي. الوغ واحد الحاجه هنا رياكت ما استعملتهاش، علاش؟ لانني استعملت هنا خاصيه لي فونكسيون. الا بغيت نستعمل رياكت جي اس شنو خصني نستعمل؟ خصني نستعمل لي كلاس. دونك هنا شفنا لي فونكسيون، استعملوا لي كلاس من الاحسن لي كلاس. دونك نبدا بالاكسبورت، اكسبورت اش وبيان نستعمل كلاس، كلاس غنسميها اب اكستند مناش من رياكت. دونك غادي نستعمل لابيبليوتيك رياكت بوان كومبوننت كومبوننت. دابا غادي نحل لاكولات ديالي وغادي تكون عندي اون فونكسيون رندر كاين هنا روتورن. هاد روتورن هادي غادي تكون فيها ديف هنا. لي كلاس كنا كنديرهم افيك سي اس اس كنا كنديرو غير كلاس، مي افيك رياكت جي اس تولي كلاس نيم. نديروها هي اب اي سي غادي نديرو اش ان هلو ليتس ليرن بروغرامي. الو سي كوا لو بروبليم؟ دونك اون فا فيريفي. نفيريفيو يعني لابليكاسيون ديالنا. دونك كلاس اب اكستند رياكت كومبوننت. هنا الكلاس نيم لا فونكسيون رندر سي بور اش اجوتي هادشي كامل في الدوم اي رندر. دونك كلاس نيم اب دونك لو ستيل جو بونس ندخلو لو ستيل نشوفو لو ستيل سي اب فوالا. دونك عندنا هنا erreur. Alors, parce que madame export default app, donc on exporte l'app d'Yana, l'application d'Yana, et retourne point virgule parce que d'abord l'hasab yani l'IDE li khdamin fi. Donc غادي نرجعو le div. Alors, classe app render voilà à la fonction qui va retourner h l'élément au DOM. Khassa واحد la méthode retourne. Donc voilà, هي retourne. Alors وسط من غوتورن خاصنا نحطو لوبجي ديالنا او بيان لي زيليمون ديالنا. الو اش دونك الى لاحظتوا راه لابليكاسيون راه لي زيرور مشاو. اش ان هيلو programme. Donc c'est bon. حد الان راه خدامه لابليكاسيون ديالنا. دونك maintenant غادي نتعرفوا كاين شي ميساج عندك اش ام ما كانش مسدود. وي ما لاحظتهاش. وي عندك صح. دونك هنا كيف قلت خصني نستعمل كلاس نيم. دونك غادي نستعمل هنايا حنا غنبغيو نستعملو في الفيزوال كود جوست لي فونكسيون لانهم غادي يسهلوا لنا الماموريه. اما لي كلاس نخليهم بالنسبه دوتر بروجي اللي كيكونوا شويه كبار. الوغ هنا مثلا لابليكاسيون عندنا اب دونك اب ها لو ستيل ديالها ابليكي على يعني لي زيليمون اتش تي ام ال ديالنا. الوغ عندي واحد الحاجة مهمة وهي لي بروبريتي اي لي ستيت. دونك توجور عندي دي بروبريتي بروبس
اي عندي ستيت. دونك قبل ما نتكلم على هاد لي بروبريتي ستيت غنمشي غادي نتكلم على يعني راود ماب ديال رياكت جي اس، وبيان ان ديفلوبر رياكت جي اس شنو خصو يكون عنده كوم دي بريروكي. من بعدها غادي نعرفوا كيفاش نقدروا نستعملوا لي بروبريتي اي لي ستيت. الو غادي نمشي دابا للراود ماب اللي كاينه في الجيت هاب، وغادي نحط لكم لو ليان دابا في الشات باش تقدروا تتبعوا معايا. الو دونك تو سامبلومون ان ديفلوبر رياكت جي اس شنو عنده كوم دي بريروكي؟ قبل عنده اش؟ عنده الاش تي ام ال والسي اس اس والجي اس بيزيكس انه كيخدمهم مزيان. جي كويري يعني باز امبورطون، يعني ماشي اوبليجي، اوبسيونيل، اوبسيونيل. دونك هاد ثلاثه الحوايج مهمين، يعني قرا اش تي ام ال اي اش تي ام ال 5 سي اس اس سي اس اس 3 اي جافا سكريبت اي كيما سكريبت. اوسي خصني نكون بعدا اول حاجه كنستعمل الفيرسيوناج وبيان الجيت وبيان دوطرو فيرسيون باش نقدر نفيرسيوني لي بروجي ديالي. الو لي جينيرال سكيلز كيف قلنا خصنا نستعملوا لي نوت جي اس ونستعملوا يعني لي تولز بور لانستالاسيون دي باكيج. عندنا ان بي ام، عندنا يارن، وعندنا بي ان بي ام، وعندنا واحد ليكستنسيون واحده اخرى ديال ان بي ام اللي هي ان بي اكس. الوغ هنا باش كنانستالي لي باكيج ديالي نيسيسير بور كريي واحد لابليكاسيون ولا اجوتي كيلكو موديفيكاسيون على لابليكاسيون ديالنا. دونك انا ما غاديش نستعمل الويب باك لانه غادي ياخذ لنا بزاف ديال الامور، وما غاديش نستعمل بابل دوت جي اس لانه الرياكت جي اس بحال قلتي كي فيه بزاف ديال لي باكيج. و افون ديبوتي بار رياكت جي اس يعني الا جينا ديريكتومون بغينا انستاليو غير لو ليان ديال فيسبوك، باسكو رياكت جي اس اي ديفلوبي بار فيسبوك، لو ليان ديال فيسبوك اللي فيه ليتيزاسيون ديال رياكت جي اس خصنا نستعملوا الويب باك اي بابل باش نقدر ندير لا كونفيرسيون ديال لو كود اتش تي ام ال اون جي اس اكس. عقلوا على هاد لي زانفورماسيون اللي قلت. الوغ تو سامبلومون لي ستايل، سواء نستعمل سي اس اس، سواء نستعمل ليس، سواء نستعمل اس ا اس اس. دونك هادو دي ستايل بروبريتي وبيان دي بري بروسيسور ديال سي اس اس. باز امبورطون با اوبليجي تعلم اس ا اس اس وبيان ليس اس، تعمل غير سي اس اس راه كافي، غير لي فوندامونتو كاملين ديال سي اس اس راه كافي. ابري كيف قلت سواء انك تقدر تستايلي لي كومبوننت ديالك وتستعمل اوسي سي اس اس في جافا سكريبت افيك ليتيزاسيون ديال دوم. دونك الناس اللي خاصهم يبداو رياكت جي اس خص يكون عندهم واحد شويه ديال دوم، كيعرفوا اي مانيبيولو، باسكو رياكت جي اس راه ماشي شي حاجه صعيبه، راه سهله. دونك هنا الهاندوزو الافونسي. دونك رياكت جي اس كيستعمل واحد الحاجه سميتها ستيت مانجمنت. دونك شي حاجه ديبيوتي غادي نستعملوا ستيت ويد كومبوننت، يعني غنستعملوا غير ستيت في الكومبوننت، وبيان الكونتكست، يعني الكونتكست راه كيسهل الماموريه، وبيان الهوكس. دونك هادو كلهم سهلين. شي حاجه افونسي كاين ريداكس، كاين موباكس. دونك هادو افونسي، وغادي نقدروا نطرقوا لواحد شويه ديال لي فونكسيوناليتي في لي بروجي ديالنا سورتو في سبوتيفاي، سورتو سبوتيفاي. دونك غنستعملوا كومبوننت ستيت اي كونتكست وريداكس، موباكس ما غنستعملوش. دونك هنا تو سامبلومون كاين لو برينسيپ ديال داتا بيرزيستانس، يعني ان اوبجي عندي بغيت نجبد منه الداتا، دونك تو سامبلومون كندير لا بيرزيستانس ديال الداتا ديالي في واحد نقدروا نقولوا ان كومبوننت ديغيير اللي كيكون مخفي على لو كود لي فيرتوال دوم ديالي باش نقدر نجبد لي دوني ديالي. كنستعمل دوطرو فونكسيوناليتي الهيلبرز. دونك هاد لي برينسيپ كاملين خاصك تكون قاري ديزاين باترن وقاري ان بو داركتيكتور يعني كليون سيرفور باش تقدر تفرق ما بين يعني ديفيرون شوز سورتو انتر كومبوننت ستيت كونتكست اي ريداكس. الوغ عندنا واحد الحاجه اللي هي اش، اللي هي ريست، كيفاش نتعامل مع الريست اي بي اي وبيان اي بي اي. دونك تو سامبلومون كنقدر نكونسومي لي اي بي اي من ديفيرون سيت، باغ اكزومبل
سواء دي سيت فيك سواء كيلكو زابي اللي كاينين في دي سيت اللي مشهورين بحال يوتيوب فيسبوك ناس دي سويت. دونك كاينه لا شوز لا بلوز امبورطونت هي اش، هي يعني نستعمل كيلكو باكيج بحال اكسيوس بحال فيتش بحال نستعمل اجاكس. دونك اجاكس سي دوتر شوز. عندي حاجه اخرى الجراف كيو ال، جراف كيو ال سي توجور اكستنسيون اللي مصوبها فيسبوك حاليا. لقاو واحد الثغره، لقاها شي شخص من جراف كيو ال كتقدر تبدل لو نو ديال ان جروب سور فيسبوك، وكتقدر تبدل حتى الاي ار ال، وخلصوا عليها 150 مليون مغربيه ديال الدرهم المغربيه، يعني مليار وشي حاجه جو بونس. الوغ الجراف كيو ال سي ان اوتر شوز، دونك هادشي افونسي. حنا الا بغينا نستعملوا ريست غنستعملوا سوا فيتش سوا اكسيوس سوا اجاكس، مي اجاكس كي قلت اوتر شوز اوسي. دونك الا بغيت ندير يعني ناكسيدي من غوت لغوت خصني نستعمل الراوتين، وغادي نشوفوها ان شاء الله. دونك الراوتين، الو الراوتين غادي نستعمل لانستالاسيون كيلكو باكيج. الو غنهبط لتحت باش نقدر موديفي. دونك لي غوت راوتين، دونك راوتين خصنا نستعمل انكريي واحد وبيان انستالي واحد كيلكو باكيج اللي هما اج راوتر رياكت دوم رياكت راوتر دوم باردون. دونك رياكت راوتر وبيان كيليا دوتر باكيج اللي شويه روبوست. دونك رياكت فيه بزاف ديال الامور، مي على حسب يعني البوزوان ديالك الاحتياجات ديالك. بغيتي تصاوب واحد لابليكاسيون اللي سامبل ومعها كيلكو باكيج، غتختار لي باكيج اللي ساهلين وتقدر تصاوب بهم هذيك لابليكاسيون ديالك وغادي تطلع لابليكاسيون بيرفكت. بغيتي ابليكاسيون كبيره فيها بزاف ديال الامور غتستعمل بزاف ديال الامور. دونك سا ديبون لو بيزوان ديالك، سا ديبون لو كاي تشارج اللي عندك. الوغ كاينين لي تيست يونيتير، هادو خاصين بالناس اللي غادي يخدموا في لو كلاود انسي دو سويت. الوغ كتبقى لانتيغراسيون ديال الباك اند راه كيف قلنا افيك يعني سوا فيتش اكسيوس انسي دو سويت، يعني بور لا كونسوماسيون ديال لي زاب اي والويب كومبوننت راه تري فاسيل. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للراود ماب ديال رياكت جي اس، يعني بريفمون هضرنا عليها ما بغيناش ندخلوا في لي ديتاي لانه هاد الراود ماب سي كبيره بزاف. الوغ نرجعوا لابليكاسيون ديالنا. دونك عندنا لي بروبريتي، عندنا لي سيت، سي تو سامبلومون سي بور اش نقدروا نقولوا لا بيرزيستونس ديال الداتا ديالنا. نقدروا نقولوا يعني هو مفهوم كبير، مي غادي نقدروا نقولوا لا بيرزيستونس ديال الداتا ديالنا. دونك جو بو ديكلاري ستيت ان اوبجي ونحط فيه باغ اكزومبل بزاف ديال لي بروبريتي، وبيان ملي كنقول ان اوبجي عنده بزاف ديال لي بروبريتي. باغ اكزومبل نيم، باغ اكزومبل اوسي هنا دونك فوالا ستيت نيم باغ اكزومبل اج. دونك هادو كيلكو بروبريتي، مي هاد الداتا هادي كتجي اترافير باغ اكزومبل واحد دي انبوت. دونك كيفاش نقدر نموديفي ستيت ديالي؟ كنستعمل سيت ستيت وكنحط فيها اش لا فالور ا موديفي باغ اكزومبل نيم نعطيه مثلا احمد. دونك هذه هي لا فونكسيون بور اجوتي مثلا هذا لو نو ا ايسي. دونك ونقدر نافيشي لو نو اترافير باغ اكزومبل الا كتبت هنا احمد وجيت هنايا درت اش 2 ونستعمل 10.state.name اي سي خصني نسد لا كولاد ديال اش 2. دونك فوالا سي احمد هنا سي سون موديفيكاسيون، يعني ديجا عندي لو نون ستاتيك. الا بغيت ناجوتي كيلكو يعني ندير واحد الانبوت input مثلا name سي name و type سي text. دونك هنا input voilà. alors tout simplement شنو خاصني ندير؟ انا باغي ناجوتي يعني نكتب لو نوم بحال قلتي ندير البارسين على هاد الانبوت هذا. الو خصني نكري واحد لا فونكسيون
هنا نكري واحد البوطون بعدا باش ندير لها اون كليك اون كليك مثلا هنا اد نيم اد نيم هنا اد فوالا هنا لا بوطون ديالي سي اد هنا غندير مثلا اون كيف قلنا اد نيم لا فونكسيون ديالي هاد لا فونكسيون غتاخد ليا واحد ليليمون او دونك سوا نستعمل او سوا نو باسكو انا ما استعملتش فورمولير انا رجعو سي با بوكوا مشى سي فوالا دونك الوغ دونك هنا علاش ما غنستعملش واحد الاليمون ولا واحد الايفنت لانني ما استعملتش فورمولير الا درت فورمولير بار اكزومبل فورمولير فورم وحطيت في هاد لي زيليمون كاملين وسط فورمولير تو سامبلومون الا بغيت ندير سابميت يعني هنا غندير تيب سابميت دونك هنا الا بغيت ندير هاد لو تيب سابميت خاصني نستعمل هنايا ايفنت دونك هاد الايفنت هذا غنعطيه ايفنت او بوان بريفنت بريفنت ديفولت بريفنت ديفولت وغادي نشرح لكم علاش بريفنت ديفولت لان ليفينمون خاصو يتابليكا جوست على يعني الانبوت هو كيتابليكا ما غاديش تخدم جوست نرجع نفيريفي دونك لانه كان طابي وكنشرح ما كنلاحظش يعني شنو كنكتب الو كيف قلت او بوين بريفنت ديفولت هذه autrement que de stopper la propagation. Stopper la propagation. Propagation. Yani H. Yani tout simplement, il a juste ajouté par exemple Chino, Ahmed par exemple. Had Ahmed, fashkin tapeha, khasat applique juste la l'input. Mais applique la le formulaire. Donc, il a l'achti hna. Rolaud a lié H, la page kamla. ما خاصوش يدير ليا رولود لا باج كامله خاصو يبقى يعني او بوين بريفنت ديفولت هنا خصني نرجع لاد نيم او او بيان سي فوالا خليها هكذا احسن اد نيم دونك تو سامبلومون خصني هنا ناجوتي يعني ناخذ ليليمون ناخذ ليليمون اللي غادي يكون من الانبوت يعني هو او بوين تارجت بوين نسميه بعدا ندير واحد لو كونست نسميه نيم او بوين تارجت بوين نيم بوين فاليو دونك هذا خصو يجبد لو نيم من هنا الو حد الساعه ها هو لو نيم عندي دونك باش ندير يعني سيت ندير لا موديفيكاسيون كيف قلنا كنحط سيت سيت نيم وغادي نعطي اش نيم لي ديكلاريت ديس بوين سيت سيت يعني هاد ستيت هادي ست ستيت فوالا الوغ عندي هنا اد نيم جوست نخليها كوم سا وهنا نافيشي لو نو ك
Derrière le reload, pourquoi? Parce que name, le nom. Alors, on clique. C'est pas on clique, c'est submit. C'est on submit. On submit. Donc, Rasna, l'event. Event. Alors, on a le code lundi parce que qui nous a le trouble entre formulaire et l'input. Donc, c'est l'ajout. Comment Osama? Ma chno les accolades? Oui. C'est la même chose, c'est la même chose. Alors, on a rejeté l'erreur là. Donc, tout simplement, qui guilt, on a ajouté le nom. Donc, on a fait un event d'Ali, il y a l'event qui a dit trop lire. Alors, on a fait un event point event default, on va faire l'ih rare set state. Les radis t'as choisi le point target point value. C'est pas point name. Pardon, c'est pas point name. Là, on a rejoué la fonction après. Donc, tout simplement, là, je nous donne. Là, on a dit la modification à le nom. Les radis t'as choisi l'input. Alors, la fonction submit d'Ali, خاصني دير on change, c'est pas on submit, لأنني ما غاديش نأجوتي في الباك اند ou bien نأجوتي. Tout simplement, أنا باغي ندير غير le changement, on change, this point, ما عيطش أنا la fonction this point add name. Donc voilà. Alors, maintenant, non, sans, et sans parenthèse. Maintenant, le reload. Juste. Alors, on dit Ahmed. Donc, on a qui reload le formulaire. Alors, on s'amuse juste vers, on s'amuse juste bouton, on s'amuse juste vers input. Input ونعطيوها type لي text لو value تاخد la valeur ديال اش ديال 10.state point non c'est state point value alors تاخد la valeur et rendir on change this point h add name وغنسدو دابا l'input ديالنا. Alors tout simplement هنا خصني نافيشي le nom. Donc هنا غنافيشي le nom. هنا l'input area ديالي اللي غادي نطبي فيها le nom d'Yeli. Alors, Khasni, input submit.
باليو اونفوا يي ولا اد الو واش بقى شي واحد صيفط ميساج بيندين فانكشن اد نيم خاصها تكون الرو فانكشن لا ما نستعملوش بايند بلا ما نستعملو بايند بلا ما نستعملو بايند هذيك افيك لو كونستركتور ممكن انا نديرو بايند الو نقدروا نديروها دوتغ فونكسيوناليتي انا بنديرها يعني بلا ميثود يعني بيزيك مي ما عقلتش لها ولكن نعاود نديرها حسب البيندين باش نديروها بيندين نديروها بيندين الو نحيد هاد لو فورمولير دونك الى درت لو فورمولير خصني ندير هاندل سبميت دونك نرجع ديكلاري فورم هاد الاي دي اي حتى هو مساعدش الوغ اون سابميت اون سابميت غادي نديكلاري واحد لا فونكسيون جوست ديس بوان هاندل سابميت لحد الان مزيان الوغ غنديكلاري جوست لابل دونك غادي نسد هاد لو لابل ديالي وغنحط فيه لو نوم الوغ نرجع ندير الانبوت دونك هنا غادي تكون لا فالور ديالاش ديال السيت ديالي دونك هنا غادي نسمي هنا حيد هذه نسميها نرجع نديرها بالكونستركتور دونك ندير كونستراكتور props donc un dos des propriétés soit super ali extendé من propriété super ou on dit this point state دائما وسط الكونستركتور كنديروا this point state تاخذ value donc هنا value c'est vide alors tout simplement شنو عندي هنايا عندي handle submit وعندي هنا handle change الوغ خصني ندير اش ديس هنا فين غنستعمل البايندين ديس هاندل تشينج تساوي ديس بوان هاندل تشينج بوان بايند اش ديس يعني هاديك ستيت تو سامبلومون لا ميم شوز بور ديس بوان هاندل سابميت يعني ديس بوان هاندل هاندل سابميت بوان bind this super alors خاصني دابا نديكلاري دو فونكسيون اللي هما هاندل تشينج دونك غادي ياخذوا لي الايفنت ديالي ابري غادي نستعملوا لا ميم شوز this point set state تاخذ لا فالور فاليو وهي اش هي ايفنت بوان تارجت point value la même chose غادي دابا خصني نمشي لاش الهاندل الهاندل سابميت غتاخذ الايفنت وغادي ندير بار اكزومبل سوا واحد لاليرت باش قدرت افيشي ليا لو نو اي تي سيزي ولا اي تي سومي الو point value point state pardon point state point value c'est point value c'est pas v qui est la v c'est rien et nous allons faire le value
دونك هنا غنستعمل ايفنت كيف قلت ايفنت بوان بريفنت بريفنت ديفولت لانه كيف لاحظتوا فاش كندير لو غولو فاش كندير كنأجوتي لو نوم كدير الغولو د لابليكاسيون ديالي دونك هنا مازال ليا غير الانبوت الانبوت يعني تايب سبميت فاليو انفوي سوبر الوغ غنمشيو هنا غادي اجوتيو مثلا احمد فوالا undefined pourquoi undefined le nom الى لاحظتو undefined حاولنا اننا نديرو le nom a été soumis this point state point value واش مازال معايا واش سي بون هادشي اللي ذكرت هنا جو بونس راه كيبان لكم حسن ملي لقيتو لو بروبليم غادي تقدروا تقولوا لي في الشات باش نقدر نغيغلي لو بروبليم دونك كيف لاحظتوا انه عطاني اش ما بقاش كيترولو داليا يعني لا باج مي كيعطيني لو نو undefined يعني this state هاد state هادي لا فالور ديالها undefined بوركوا Alors, soit on met par exemple un test là, on chauffe donc this point state point value. On chauffe là. Juste console.log وغادي نشوفو لا فالور شحال غتولي فيها اللي كاين في السيت ولا نأجوتيوها هنا target.value Oui, V Kbira. Oui, index ça. On a par exemple le nom et soumis ces tests. C'est bon. Par exemple, le nom, on a dit Ahmed. C'est Ahmed. Donc, on a fait le principe de state. Alors, juste غير l'IDE, on a شويه عيان سوق ملي كتطبي شي حاجه كتطلع يعني ما كيعطيكش لي زيرور وديك شي دونك شي بحال الفيزيوال كود غادي نخدمو بفيزيوال كود غادي يكون سريع على هاد السيت هذا مي غير باش نقدروا نصاوبوا لابليكاسيون تري فيت دونك انا شفنا السيت لي بروبريتي تو سامبلومون سي سامبل غادي نكرييو دي كومبوننت وغادي ناجوتيو ليهم كوم فالور سي بروبريتي بروبس اي ابري فاش ناجوتيو كومبوننت على ان اوتر كومبوننت غادي نستعملو دي بروبريتي هادوك لي بروبريتي باغ اكزومبل واحد لو كومبوننت فيه مثلا واحد لا كارت هذيك لا كارت عندها لو نو هذاك لو نو سي ان بروبريتي دونك ا شاك فوا جاجوت هذيك لا كارت اجوتي ان اوتر نو باغ اكزومبل احمد سليم انسي دو سويت دونك هادوك سون دي بروبريتي الو غادي نشوفوا هادشي كامل في هاد التطبيق اللي غادي ندير دونك لحد الان شفنا كيفاش نكرييو لي انبوت اي كيفاش نستعملو هنا كومبوننت ستيت يعني ما استعملناش كونتكست ما استعملناش ريداكس
لان اولا نستعمل هذاك الشيء غادي يكون تكون لا ريونيون طويله واحد الساعه راه ساعه وزياده ديال لا ريونيون. مي غادي نكملوا دونك غادي نكملوا باش نصوبوا لابليكاسيون ديالنا باش نفهموا اكثر. دونك على بركه الله غادي نمشيو غادي نحيد هادشي كامل سي فو بلي توجور. اي واحد دخل جديد ديزاكتيفي لو مايك ديزاكتيفي لا كاميرا ويتبع معنا. الوغ نرجعو لي فيشي ديالنا. دونك هنا عندنا فيشي ابليكاسيون. دونك غادي نستعمل انا نكري واحد لي كومبوننت. دونك ما نستعمل لا بوتستراب لا والو, نستعمل غير جوست السي اس اس ديالي العادي. دونك غادي نمشي للفولدر وغادي نكري واحد ان اوتر فولدر نسميه كومبوننت كومبوننت. دونك فهاد الكومبوننت غادي نكري اش دو فيشي. واحد الفيشي غنسميه كارت بوان جي اس اكس, غنتعمد نكريه جي اس اكس وما غاديش نكريه جي اس باش نشوفوا الفرق ونتعرفوا على البابل. دونك هنا غادي نسميه كارت بوان سي اس اس للسايد ديالو. الو غادي نمشي لكارت بوان جي اس اكس تو سامبلومون. غادي نكري امبورتي كيف قلنا الامبورت امبورت رياكت ونيبورتي حتى الكومبوننت. ام رياكت امبورت سي اس اس كارد دوت سي اس اس سي بون. دابا غادي نكريي لا كلاس ديالي كلاس كارد اكستند مناش من كومبوننت. لاحظتوا ما درتش رياكت بوان كومبوننت لان ديجا درت كومبوننت. هنا خش غادي نستعمل لا فونكسيون ريندر ابري لا فونكسيون روتورن. دونك وليتو كتعرفوا دابا كيفاش نقدروا نصوبوا يعني لي زابليكاسيون ديالنا وبيان نكرييو كومبوننت ديالنا. دابا غنكري هذا كومبوننت سميتو كارت. الو خصني اكسبورتي هذا لو كومبوننت باش نقدر نيتيليزيه فاش في لابليكاسيون ديالنا اللي هو كارت ديفورت كارت. الوغ هنا غادي نستعمل واحد الاو ار ال اللي غادي ياخذ ليا لي زيماج ديال لي روبو. وانا غنصيفط لكم او ار ال دابا في لو شات. او ار ال غادي يكون هو http روبو هاش. وهذا لو روبو هاش عنده واحد الاي دي. دونك هاد الاي دي هذا غادي يجي من واحد البروبريتي. دونك انا غادي ندير this.props نستعمل keys.id وغادي نقول لكم من جات هاد keys.id. الو تو سامبلومون شنو خصني ديكلاري. دونك انا غنحط لكم لو ليان ديال هذاك الروبو باغ اكزومبل. خصكم غير تزيدوا عليه الاي دي كيف درت انا. دونك روبو هاش. Alors tout simplement, on va déclarer واحد LI يعني LI وغنستعمل وسط منهم div class name غنسميها image users. وهاد image users غادي نديروا ليها style ديالها après. دونك غادي نسد هاد div هادي. دونك غادي نحط ليماج ديالي ايماج ونحط لو سورس. لو سورس هو غادي يكون اور ال لي اكتيفيتو اي الت فوالا. دونك اور ال هو هذا اللي هو غيكون ليماج ديال الروبو ديالنا. ابري غنديكلاري ان اوتر ديف افيك كلاس نيم. دونك غادي يكون هو يوزر انفو يعني لي زانفو ديال ليوتيزاتور. انفو سي با info voilà. Donc l'utilisateur يعني les infos de l'utilisateur on va déclarer l'ID ديالو par exemple. حنا غادي نديرو des infos يعني statiquement يعني sans utiliser la base de données string. Donc par exemple le nom
strong. Pardon. Strong. Par exemple, filière. Mais هنا خصني يعني les informations régionales, les propriétés. يعني 10.props, point keys, point id. وغادي نقول لكم من جات هاد keys point id. وحتى لي بروبريتي 10.props point keys point nom. L'utilisation des propriétés, كيف كتشوفوا انا ce sont des propriétés. Donc à chaque fois غادي نأجوتي هاد الكومبوننت هذا على شي دوطخ كومبوننت خصني نستعمل اش لي بروبريتي. Donc voilà. هذه هي لا كارت ديالي. الوغ غادي نمشي دابا غنمشي ل يعني لابليكاسيون ديالي. غادي نكريي واحد الحاجة سميتها data. نكريي ان اوتر فيشي سميت data ولا data point gsx aussi. ان اوتر فيشي نسميه data point css. دونك غادي نمشيو دابا ل gsx. دونك واش متبعين معايا بعدا او نو؟ سوبر. الوغ هاد الداتا هذا غادي يكون فيه غير الداتا، يعني ما غاديش يكون فيه شي حاجه يعني دو بلوس، غير الداتا. يعني كومبوننت فروم رياكت بورت داتا دوت سي اس اس على حسب الا درنا شي ستايل. انسي غادي امبورتي دابا الا حتو غنامبورتي لا كارت، كارت غنسميها كارت فروم اش كومبوننت سلاش كارد سون مونسيوني بوان جي اس اكس ولا بوان جي اس. غنستعمل كلاس داتا اكستند كومبوننت. دابا غادي نستعمل السيت ديالي. دونك شفنا لي السيت، دونك السيت غنستعملها سون مونسيوني يعني الكونستركتور. هاد السيت هادي غادي تاخد ليا داتا يوزرز، غنسميها طابلو ديال ليتيزاتور بيان يوزرز. دونك فوالا طابلو غادي يكون فيه ليتيزاتور الاول اللي عنده اوبجي، غيكون عباره عن ديز اوبجي اي دي باغ اكزومبل 1 ابخي لو نون اللي غادي نستعملوهم كوم دي بروبريتي، مثلا احمد سليم. ابخي غتكون عنده فيليير غادي يكون مثلا نقولوا اس ام اي. باش نرجعوا لاكار نشوفوا واش صوبنا لا فيليير هي هذيك. دونك مازال لا فوالا. دونك سوبر. الوغ اس ام اي باغ اكزومبل هنا اوسي غادي نستعمل بزاف ديال لي يعني لي زوبجي. دونك مثلا غنستعمل غير جوج ولا ربعه ولا جو سي با باش نقدروا نشوفوا ليكزامبل كيفاش غادي يطلع لينا. دونك مثلا هنا ربيع كريم مثلا كيقرا في اس ام بي سي مثلا، هذا الليست ديال لي زيتوديون في لافاك. حفصان مثلا فؤاد غير دي نو يعني الياتوار، مثلا كتقرا في ام بي. هنا مثلا غنبدلو لها لا بروبريتي ديالها. هادو سو سون دي داتا جيسون الى لاحظتو. مثلا هنا هيبه كريمي غتكون كتقرا مثلا في نقولو اس ام ا. نزيدو يعني بزاف ديال لي داتا باش يقدروا يطلعوا. دونك حاولوا ما امكن اننا نزيدوا الداتا. دونك زدت شحال من داتا فوالا.
ممكن نتوما تزيدوا بزاف على حسب شنو بغيتو. انا زدت سعود يعني ديجا عندي في لو فيشي، دونك هادي الداتا ديالي. الوغ من بعد ما اجوتي الداتا في السيت، هنا فين غادي ندير نعيط على اش باش نشوف فين كاين السيت. فوالا سوبر، هنا غادي نستعمل اش رندر، توجور رندر، وراها لا فونكسيون سي روتورن. اي ايسي غادي نستعمل ديف كلاس نيم، غنسميها فليكس داتا، لان غنستعمل داتا فليكس. هنا غادي تبان لكم غير من لو نو فليكس، يعني غادي نستعمل ديسبلاي فليكس في ستايل. دونك او هنا غنديكلاري او ال او ال باسكو استعملت ديزيل اي في لا كارد. دونك هنا غادي نستعمل كومبوننت لا كارد ديالي. اول حاجه غندير this.state.users.qua ماب. علاش غندير ماب؟ لانني غاصني نبوكلي على لا كارت كامله، بي على لي دوني كاملين. دونك اشاك فوا كنبوكلي على لي دوني كنأجوتي واحد الكارت، نستعمل كيز اللي هو لي بروبريتي ديالي. الا لاحظتوا علاش قلت لكم تسناو غنشرح لكم كيز اللي هو اللي فيه بروبريتي. دونك هنا كنستعمل كيز بوان اي دي اللي جايه من اش، من عند ليوتيليزاتور، من عند يوزر. فوالا من عند يوزر. دونك خدا ليا كاع لي زانفورماسيون اللي كاينين في يوزر. الوغ سي كارد ايسي. الوغ دابا شنو بقى ليا؟ بقى ليا غير نمشي للستايل ديال لا كارت. بعد اول حاجه ندير ليه لو ستايل ديالو، مي افون خصني ندير هنايا اكسبورت ديفولت داتا، اي ابري غادي نشوفو ستايل ديال لا كارت. مي افون ناجوتيو بعدا يعني هادشي كامل في لابليكاسيون ديالنا باش نقدروا نشوفوه في يعني وسط من حيدو بعد هادو كاملين. الوغ اب ديالنا دونك تو سامبلومون غندير اش 1 نسميها ابليكاسيون روبو. غادي نمشي غادي ندير div class name نسميها app. هنا جوست غير دي class name اللي غادي نستعملوهم من بعد. app header دونك غندير واحد الناف بار دو ريشيرش div class باش نقدر نغوشيرشي على حتى على هذوك لي روبو. وغنوريكم كيفاش نديرو لو ريشيرش. اب سيرش اب سيرش هادي غادي يكون فيها واحد لو فورمولير. بعد اول حاجه نرجعو سنتر، واخا دي بريكيتي دات سنتر مي سا مارش. دونك فورم فورمولير. الوغ ابري شنو خصنا ناجوتيو؟ غادي نستعمل ناجوتيو واحد ديبندنسي بوتستراب. دونك غنستعمل بوتستراب ديبندنسي، غنستعمل رياكت بوتستراب ولا رياكت بوتستراب. فوالا رياكت بوتستراب سي اي سي. Voilà. On ajoute React Bootstrap à travers l'importation d'IL Bootstrap dist. Voilà. On importe au Hadi. On ajoute à l'écran. Donc, on importe au Bootstrap dist slash CSS slash Bootstrap. .bin. الوغ ها هو البوتستراب اللي اجوتينا. الوغ تو سامبلومون غادي اجوتي واحد الفورم من رياكت بوتستراب. دونك ها هو لو فورم اجوتيتو.
من رياكت بوستراب. حتى الساعة 4 ديال الناس اللي خدامين، ليلى الماحي، اسامه خليفي، صالح الدين، لي زوتر جو بونس لي غطاو جو سي با بوركوا مي ماتش جو سي با بوركوا. المهم الناس مازال لي 3 هما اللي مازال متبعين معايا وغادي يبقاو ان شاء الله. دونك غنمشيو للفورم، دونك اجوتينا هنا فورم، دونك نحيدو هاد الفورم هذا، نستعملو فورم اللي درنا فورم كبيره. الوغ اد بوستراب از ديبندنسي، دونك فوالا اجوتيو حتى بوستراب كوم ديبندونس. دونك تو سامبلومون ان اجوتي واحد الحاجه سميتها فورم بوين كونترول، فورم بوين كونترول دونك هاد لو فورم بوين كونترول غادي يكون عنده هاد لي بروبريتي دونك فوالا تابي ici pour chercher ou la rechercher par taper ici. Donc on a حط لكم لو كود في هذه اللحظة هذه خصني نيمبورتي اش، خصني نيمبورتي الداتا ديالي فروم داتا، وخصني نستعمل الداتا اللي غتكون على فان ديال السنتر. دونك غادي نمشي ناكسيدي تو سامبلومون للستيت، الى لاحظتوا بداو كيافيشاو لي زيماج بوان داتا. دونك هاد الستيت غادي نكرييها هنا، غادي تكون هي الداتا دو بوان ديس بوان روبس. فوالا دونك نهبطو هادي. لاحظتو اي دي ان نو احمد سليمي فيليير، يبقى لنا غير لو ستيل وحنا غنأجوتيو ستايل. دونك اول حاجة غنمشي لكارد كارد دوت سي اس اس، دونك بالنسبة لي ال اي غندير ليست ستايل نعطيها نان، باش ميبقاوش يتافيشاو ليا دوك لي بوتون. ابخي غندير ديسبلاي انلاين انلاين بلوك، اي مارجن 12 بيكسل. دابا غادي ندوز ليماج، ايماج غادي تكون الويت عرض ديالها 220 بيكسل، ابخي غادي ندير بوان ايماج سلاش يوزرز اللي كنا درناها كوم كلاس نيم، نعطيها بوردر غادي تكون 1 بيكسل سوليد وايت، مارجن بوتوم 15 بيكسل، اي بوردر بوردر راديوس غادي يكون 12 بيكسل 12 بيكسل 12 بيكسل 12 بيكسل، يعني في جميع الجويه ديالو. دونك غادي تبقى لينا الويت، يعني
يكون 350 بيكسل هايت، هذه يكون 350 بيكسل اوسي. من بعد غادي تشوفوا كيفاش ولا هادشي كامل. دونك ديسبلاي الاين بلوك، غادي تكون عندنا شادو حتى هو. غادي اجوت نعطيكم لو كود ديال شادو. دونك نمشيو لليوزر انفو، غادي يكون عندنا مارجين بوتوم 12 بيكسل، مارجين توب 10 بيكسل، وبعدين غادي تكون 12 بيكسل، وكولور يكون ويت. هنا درنا بوردر سوليد ويت. دونك لحد الان كيف شفتوا مازال غادي نبدل الباك جراوند باش يطلعوا ليا يعني لي زانفورماسيون. غادي يكون فلوغيت، غادي يكون فلوغيت. داكوغ، غير كملوا معايا يعني البروغراماسيون باش تفهموا اكثر يعني comment faire une application, une petite application avec React. Alors, amchi ou d'abord le style.css. Donc, on ajoute les comme le code. Donc tout simplement, là, tu as le font family, sans serif, et text align center, et le font size, c'est 14 pixels, border solide, c'est black, radius aussi, ou le height, c'est 50%, et margin, ou le background color, c'est ici, tu peux le changer, comme ça, le droit de la couleur les vrites et form control حتى هو عطيناه يعني لي بروبريتي ديالو بوتون انسي حتى هي. Voilà le nom الاول نو الثاني. هنا غير جوست تقدروا تقادوا هاد اللعيبات هاد ديال الفيليير انسي دو سويت. دونك غادي نمشيو دابا نشوفوا يعني لو ستيل الخاص بالداتا جو بونس داتا. فوالا دونك هو اللي بقى لينا. دونك سي داتا نقدروا نقولوا با دو ستيل. هنا في الاب اب دوت سي اس اس كاينه ديجا سايز دوت سي اس اس سي بون. هنا سي بون، هنا اوسي سي بون. Donc voilà. هادشي اللي كاين pour le moment. La partie اللي كنا بغينا نديرو هي la partie de recherche. Donc alors, je connais sur l'application, je connais au le niveau les sur cette année, je connais.
الوغ شكون اللي وصل لو نيفو وصوب هذا الشيء كامل؟ الو جاتون فو ريبونس. اي واحد وصوب هذا الشيء كامل دابا يكتب ليا في لو شات بلي راه سي بون. لو كود راه غادي يكون في كيتاب. دونك لحد الان راه هاد لابليكاسيون هي لا ديرنيير فاز اللي غادي نشوفو باش نقدروا نبداو يعني تويتر كلون كوم بروميير ابليكاسيون. دونك تو سامبلومون بعد ما شفنا لي ديبوندونس كاملين اللي غادي نستعملو شفنا كيفاش نستعملو رياكت جي اس غادي دابا ندوزو لا بارتي ديال الانستالاسيون ديال لا كوموند بور كريي لابليكاسيون ديالنا. شنو هي هاد لا كوموند؟ تو سامبلومون غادي ديرو طابيو npm install tirige create react app. يلا مانتونو هاد لا كوموند هادي. هاد لا كوموند هي اللي غادي نكريو بها l'application ديالنا à travers node manager npm manager via node package manager. Donc installez-vous هادي et tout simplement بعد ما غتinstallez-vous هادي شنو غتكتبوا؟ دخلوا ان dossier وغادي تكتبوا create react app وغتسميوه twitter كلون. هذه هي لا سيكوند كوموند اللي غادي ديرو ولو دوسي راه غادي يتكريا باش نبداو ان شاء الله دوما تويتر كلون. و جو بونس بلي الناس ما باغاش تستافد لانه كنشوف العدد قليل اللي متبع معايا. كاينين ثلاثه ديال الناس ليلى و الاسم أسامة وصالح الدين ثلاثة ديال الناس اللي متبعين صراحة. أما لي زوطخ جو بونس ما باغينش يستافدو. إلا كان شرح ما ماشي هو هذاك قولوها ليا. لا في بارتي مناسين نو الوقت راه مناسب لعشرة يعني واش الواحد يبقى ناعس لعشرة؟ جو بونس كل وقت مناسب. مي الا كان الوقت ماشي مناسب قولوها لي خلو لي ميساج نبدل الوقت ونديرو واحد الوقت اخر
باش نقدروا نكملوا هذا التشالنج هذا لا فورماسيون، لانه غتستافدوا بزاف، لانه غتزيدكم واحد دوز ابليكاسيون في البورتفوليو ديالكم. لاحظت انايا صراحه شفت الناس في كيخدموا في اوبورك داروا غير سبوتيفاي كلون حطوه في البورتفوليو وجاوهم دي بروجي اللي ب 140 دولار وصرف. دونك وي خاص الناس تجاوب، يكون واحد لو فيدباك، ماشي نبقى نصيفط في لي زيميل وفي ديسكور وتسجلوا في الانسكريبسيون. كاين بزاف ديال الناس باغيين يستافدوا وما دخلوش. دونك سينو بغاو يتبعوا مرحبا، ما بغاوش نبقى ندير انايا توجور هاد لي ديسكوسيون كوم سا ونكملوا لابليكاسيون ديالنا. راه غيكون داكشي تري فيت وغادي يكونوا معلومات مفيده غادي تكون كدوز، يعني اللي غادي يستافد راه غادي يستافد، اللي ما غاديش يستافد ما غاديش يستافد. دونك تو سامبلومون لي زابليكاسيون غادي يكونوا سيغ جيت اب و غادي يبقاو دي ستريم هكذا سيغ سكايب باش الناس تقدر تستافد. الوغ كريينا لابليكاسيون ديالنا اترافير هاد لا كوموند كرييت رياكت اب تويتر كلون باش نبداوها غدا دوما، وغادي نشوفوا هنا في غادي نشوفوا لي بروبريتي كاملين ديال رياكت جي اس في هاد لابليكاسيون. دابا درنا غير واحد الانيسياسيون على رياكت جي اس اترافير واحد لابليكاسيون بيتيت ابليكاسيون ديال شات بيان ابليكاسيون دو روبو كنمانيبيلو فيها لي روبو كنشوفوا كيفاش نستعملوا البروبس استيت. يمكن لكم تاكتيفيو ميكرو بور طرحوا دي كيسيون يعني تري فيت نقدروا نجاوبوا عليهم بسرعه. عافاك واش في تويتر وسبوتيفاي نبقاو نخدموا بالكلاس ولا بالهوكس؟ الكلاس ولا الهوكس؟ لا غادي نخدموا بالهوكس في كلكو بروبريتي بالهوكس، ولكن لي كومبوننت غادي نكري سوا تكريهم بكلاس او تكريهم فونكسيون، يعني با دو بروبليم. نشوفو فوالا كرييتين فوالا سي بون. صلاح اي واحد يافيشي ليا كيف افيشا صلاح بلي راه لابليكاسيون كتكري. اون فا كودي بيان سور فيزيوال كود، وغادي نشوفو لي بلاجينز اللي غادي نحتاجو فيزيوال كود باش نقدر تكون عندنا يكون عندنا يعني الكود السريع. ديرو دي سكرين على يعني ال CMD ديالكم باش نشوف واش لابليكاسيون غادا مزيان. انا مون بيسي شوي تقيل مي لانستالاسيون سي اون كور. الوغ داكوغ سا مارش. محمد الزرتوني جيتي معطل بويسك غادي دابا نفيرميو يعني لو ستريم دازت فيه ساعة و 37 دقيقة. دونك غادي يبقى 3 دقائق أو 4 دقائق أو دقيقتين على حسب ما عرفناش. دونك غادي نسدو هاد ستريم هذا وإن شاء الله بإذن الله غدا غادي نبداو تويتر كلون. دونك الناس اللي باغيين يستافدو وراه الوقت هو الوقت. الوغ الا ما عندوش شي بروبليم صافي من الاحسن نكيتيو وغدا ان شاء الله نبدا. سي بون مرحبا يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.